هو احنا كان نتيجة لما بدأنا مرحلة الإصلاح الاقتصادي الدين كان وصل حجمه إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2017 108% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. الخطة اللي كانت اتوضعت وكنت حياتك بتتابعنا معاها باستمرار هو الوصول بالدين إلى المراحل الآمنة. المراحل الآمنة دوليا مقاسة أن يبقى تحت 80% وإحنا نازلين، وكانت الخطة بتاعتنا أن في العام المالي الحالي نكون شغالين ان نبقى 79%. وبالفعل احنا في 30/6/2018 نزلنا من 108 ل 98، ثم في 30/6/2019 نزلنا من 98 ل 90.4. كانت خطتنا في 30/6/2020 نكون 83، والحقيقة ان حساباتنا قبل كورونا كانت بتقول هنبقى كمان 82. اللي حصل انه لما جت كورونا طبعا حصل انه قطاعات كاملة في الاقتصاد المصري توقفت، على رأسها قطاع السياحة، الفنادق، الطيران، مطاعم، يعني محلات، مسارح، سينمات، كل القطاعات دي توقفت تماما. كانت النتيجة انه تخطيطنا ان حجم الناتج بتاعنا يكون في حدود 6%، ومع بعض الأرقام عندنا قلنا لا مش هنوصل لستة، هنوصل لخمسة وثمانية، 5.8، ولكن كنا هنحقق المستهدفات وكنا هننتهي فعلا بأنه الدين بتاعنا في العام المالي اللي انتهى في 30/6 هيكون 82، وكنا هنوصل في 30/6 القادم ل 79، وبكده بالمعايير الدولية احنا وصلنا لمرحلة الأمان. لكن لما انخفض الدين إلى الأرقام اللي هي يعني مقدرة تبقى في حدود يعني 3.6 أو 3.4، طبعا الحجم الدين بتاعنا انخفض. فنفس الدين، نفس الدين نتيجة ان انا بقسمه على قيمة اقل طلع بينا الى 87%. فهو القضية بتاعتنا يعني العالم كله عنده دين، لكن قضيتنا هو الانتاج، قضيتنا هو الناتج المحلي. كل ما بنعمل مشاريع، كل ما بننتج، كل ما بنشغل، كل ما الناتج بتاعنا بيزيد، وبالتالي الدين بتاعنا وخدمته مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي بيقل. العالم بره ما بيبصش لقيمة الدين، قيمة الدين مهمة، ولكن العالم بره لما بيجي حاسبنا بيقول هو الدين ده على حجم إنتاجكو نسبته قد إيه. فممكن لو كنا ما حصلش كورونا وكنا وصلنا للمستهدف في حجم النمو، كنا هنروح للعالم نقول له احنا في 3 سنين من 30/6/2017 إلى 30/6/2020 نزلنا بنسبة الدين للناتج المحلي من 108 إلى 82%، ولا يوجد دولة في العالم قدرت أن تحقق هذا المستوى. بالإضافة إلى أنه برضو إحنا بنعمل أرقام في أنه مع الإصلاح ومع كل حجم النمو دوت احنا بنحقق فائض اولي، يعني قدرنا نوصل الى ان ايراداتنا بتغطي مصاريفنا الجاريه بخلاف الدين، ان بنحقق 2%. كل تقديرات المؤسسات الدوليه كانت بتقول انه يعني مع كورونا مش هنقدر نحقق غير مثلا في حدود 1.3، حققنا 1.8 فائض اولي. وكان برضو التقديرات انه يعني السنه اللي فاتت عاملين عجز 8.2 مع كورونا، انتوا يعني هتبقوا برضو في حدود 8.2. ادينا الحمد لله نحقق 7.8. فاحنا الحمد لله بنعمل هذا الاصلاح، لكن بالتأكيد تمويل هذا النمو لابد ان يكون يعني بالنسبة لنا مستوعب. احنا ما بين حاجتين، يا اما نعمل نمو ونموله، يا اما ما نعملش نمو ونقف نقول والله اصل احنا مش عاوزين يبقى عندنا سلف. لا، احنا بنستلف عشان نعمل النمو ده، عشان نعمل طرق وكباري وشبكات مية وصرف، ونحقق للناس توصيل الغاز الطبيعي في البيوت، ونحل مشاكل مستعصية بقالها فترات طويلة. النمو ده اللي حقق لنا شبكات الطرق والكباري والانفاق، ده اللي بيدي ثقة، لانه حتى واحنا بنقترض بيقولوا هم بيقترضوا عشان بيعملوا النمو، هم بيقترضوا عشان يعملوا مشروعات صرف، وبيعملوا مشروعات طاقة متجددة، وبيعملوا مشروعات شبكات طرق وتحلية مياه وكده. فالعالم بيثق حتى في أزمة كورونا.
كتير من الدول تعرضت لمشكلة انها ما عندهاش قدرة انها تروح الاسواق الدولية انها تمول. احنا لما قررنا نظرا للظروف نروح الاسواق الدولية، العالم ثقتها في انه بناخد بنمول نمو خلتهم يدونا. فانا باكد لحضرتك ان شاء الله باذن الله، ودي تقديرات منظمات الدولية لما بتقول بعد كورونا الاقتصاد المصري ده هينط ويعمل 6.5%.